الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صدق الله العلي العظيم. قبل ما يقارب من أسبوعين خرج علينا أكبر شخصية دينية للعامة بتصريح خطير، تصريح مؤلم، ينبئ عن مستوى داني من التفكير، عن ضيق صدر. هذا التصريح الذي نقلته وسائل الإعلام العالمية قال فيه إنه على استعداد للقاء يجمع بين علماء الشيعة وعلماء العامة. إلى هنا جيد، ولكن جعل لهذا اللقاء شرطين. الشرط الأول أن يفتي كبار علماء الشيعة بتحريم سب الصحابة. وإلا فلا لقاء. هذا معنى الشرط. الشرط الثاني أن تتوقف محاولات نشر التشيع في بلاد العامة.
حديثي في هذا اليوم كله عن هذا التصريح. لماذا؟ يعني هذا التصريح يسوى هذا المقدار أن نركز حديثنا عليه؟ نعم، لأن هذا الشخص يمثل مئات الملايين من المسلمين، وكلماته وتصريحاته مؤثرة على مئات الآلاف، بل لعله على الملايين من الناس. هنا ملاحظات على الشرط الأول. الشرط الأول أن يفتي كبار علماء الشيعة بتحريم سب الصحابة. الملاحظة الأولى، الشرط عادة لا يكون إلا من شخص يرى نفسه قويا والطرف الآخر بحاجة إليه. هذا زعم باطل، الشيعة لا يحتاجون إليك، علماء الشيعة ليسوا بحاجة إليك، الشيعة ليست فئة ضعيفة. أما في مجال العدد فحدث ولا حرج، الشيعة ليست دينا صغيرا، مذهبا صغيرا. في الهند فقط اليوم، فقط في دولة الهند فقط، عدد الشيعة ما يقارب من 90 مليونا. ذكرت لكم على ما ببالي إحصاء صدر بالنسبة إلى سنة 2000 ميلادية، أن عدد الشيعة في سنة 2000 حسب هذا الإحصاء بلغ ما يقارب من 395 مليون شخص. نسبة الزيادة في المسلمين كما يذكرون ذلك في إحصائيات عديدة، أنا قرأت ذلك، نسبة زيادة المسلمين بين 2 إلى 3%، هذه النسبة الطبيعية. خذ الحد الوسط 2.5% سنويا، بحسبة بسيطة جدا بآلة حاسبة تتمكن أن تحسب، من سنة 2000 عدد 395 مليون، كل سنة أضف على ذلك 2.5%، يعني في سنة 2010 ميلادية تجاوز عدد الشيعة 500 مليون مسلم. هذا في مجال العدد إن كان العدد يهمك. أما كمستوى، لا أريد أن أهين أحدا، هذا واقع. أنت موظف عند رئيس جمهورية بلدك، لست أكثر من ذلك، هذا قانون. رئيس الجمهورية هو الذي يعينك، وإذا شاء أن يزيلك عن مقامك يتمكن، القانون يعطي له هذه الصلاحية. موظف، أنت موظف عند رئيس جمهورية بلدك. أما علماء الشيعة الحقيقيون مستقلون عن كل الحكومات الشيعية وغير الشيعية، ولذا أنت وأسلافك لا تخالفون المناهج الأساسية، السياسة الأساسية لحكومة بلدك أبدا. موظف، فورا يرفعك. أما علماء الشيعة ليسوا هكذا، علماء الشيعة مستقلون، رأوا حقا يقفون مع الحق، رأوا باطلا يقفون بوجه الباطل أيا كان، حتى لو كانت حكومة يعيشون في ذلك البلد يقفون بوجه الظلم، حتى لو كانت شيعية لا فارق، شيعية غير شيعية، الظلم غير مقبول. علماء الشيعة مستقلون. خذ إليك الدرجة العلمية، أصلا أنت تقاس بفقهاء الشيعة؟
بعلماء الشيعة الكبار. يا أخي القضية ليست قضية إهانة لشخص، مستوى علمي واقعي، هذا ما يعترف به حتى علماء العامة، أن الحوزات العلمية للعامة لا تخرج علماء، تخرج حفظة، هذه مشكلة يعانون منها بخلاف الحوزات العلمية الشيعية عباقرة تخرج. خذ إليك كتابا واحدا الذي يتمكن أن يقيس، خذ إليك كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري، قس ذلك الكتاب بأي كتاب في مجال فقهي فيما يرتبط بالتجارة، أصلا لا قياس. أنا لا أقول، علماء الغرب يقولون، بعض علماء الغرب درسوا هذه الكتب، مجموعة من العلماء عندكم يجتمعون بعد سنوات طويلة ليؤلفوا كتابا فقهيا في مستوى ضعيف من 20 مجلد من 30 مجلد. فقيه واحد من فقهائنا يكتب 150 مجلد في الفقه فقط، أين تجد مثل ذلك؟ هذا ليس تجميع كلمات، هذا فقه، هذا علم. هكذا علماء بهذا المستوى يحتاجون أن يلتقوا بك، أنت تشترط عليهم وكأنهم بحاجة إليه. ولذا لا نرى في تاريخنا أبدا أن أحد علمائنا كان يرغب مثلا أن يجتمع بك بأسلافك أبدا، حتى الدرجة الثانية من علمائنا لا يرغبون بذلك. يعني يجتمعون بمن؟ يجتمعون بموظف عند رئيس جمهورية. وثم المستوى العلمي أين مستوى؟ ليبرز علمه، أين علمه؟ أين كتبه؟ أين بحوثه العميقة الاستدلالية؟ أين؟ عندما يجتمع علماؤكم يكتبون كتبا سطحية، جدا سطحية، هذا واقع. أنا قرأت بعض كتبهم الفقهية، لا شيء. وأنت تمن على الشيعة أنك إذا تريدون أن تلتقوا بي فعندي شرطين. الملاحظة الثانية، أنت تجتمع بعلماء النصارى، هل تشترط عليهم هكذا شروط؟ تجتمع بعلماء يهود، هل تشترط عليهم هكذا شروط؟ ومن الواضح أن علماء النصارى وعلماء اليهود لا يكذبون الصحابة، وإنما والعياذ بالله تعالى، والعياذ بالله تعالى، يكذبون رسول الله صلى الله عليه وآله، وحاشا لرسول الله الكذب، الرسول هو الصادق الأمين. علماء النصارى وعلماء اليهود هم الكاذبون الكذابون، ولكن الصحابة عندكم أنتم أعظم من رسول الله. تجتمع مع علماء النصارى من دون أي شرط مستقر باستمرار، ورأيتم صورا ورأيتم مقاطع فيديو، اجتماع عادي، هل يشترط مثل هذا الشرط؟ أبدا. ولكن إذا أراد أن يجتمع بعلماء من المسلمين يشترط عليهم شروط مسبقة. ثالثا، أنت تشترط علينا؟ نعم، لا بأس، نحن أيضا نشترط عليك، نشترط عليك أن تفتي بتحريم تكفير سيدنا عبد المطلب، أن تفتي بتحريم تكفير سيدنا الصديق أبي طالب، أن تفتي بتحريم تكفير سيدنا عبد الله أبي النبي، سيدتنا آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله وعليهم. إن لبيت هذا الطلب فلعل بعضنا، لعل بعضنا يلبي طلبك، وإلا فلا،
الصحابة عندك مقدسون، هؤلاء أيضا عندنا مقدسون، وأنتم تكفرونهم، حاشا لله، حاشا لله، هم سادات المؤمنين. رابعا، هذا التصور أساسا هناك خلل في هكذا تصور طلب فتوى. نحن لا يوجد في مفهوم علمائنا طلب فتوى. الفتوى عندكم كيف تكون؟ لا أعلم. قد تكون الفتاوى عندكم بطلب من شخص، الفتاوى عندنا ليست هكذا. الفتاوى عندنا لا تكون إلا من مصدرين أساسيين، من كلام الله عز وجل، من كلام المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام، ولا غير. لا توجد فتاوى غير هذه الطريقة، بطلب شخص فقيه جامع للشرائط يصدر فتاوى؟ أبدا، لا بطلبك ولا بطلب أمثالك ولا بطلب الملايين ولا بطلب البشر. الأحكام الشرعية ليست بعيد البشر، إن الحكم إلا لله، الحكم لله عز وجل. والذي نقل أحكام الله عز وجل إلينا هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولا غير. تطلب فتوى من فقهاء الشيعة إن كان هذا العمل محرما في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فقهاء الشيعة يفتون بحرمة ذلك، أنت طلبت منهم أو لم تطلب، من دون أي فرق. إن لم يكن العمل محرما لا يفتون بتحريمه أنت وكل البشر لو طلبتم منه. أبدا، القضية ليست بطلب، نطلب فتوى من فقهاء الشيعة أن يحرموا. لعلك أنت فتاواك بطلب من رئيس الجمهورية عندكم أو غيره، لا أعلم. أما الفتاوى عندنا ليست هكذا، ليست بالطلب. ولذا فقهاؤنا يحللون أمورا أنتم أجمعتم على حرمتها، لا يهمهم أصلا ماذا يقول الناس، لا يهم. الفتوى لله عز وجل، الفتوى لا تؤخذ إلا من الله عز وجل، الطريق هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فقط. خامسا، هكذا خطاب أساسا خطاب غير موزون. أنت مرة تطلب من شخص، من جهة، من فرد، من اثنين، قد تطلب من كبار علماء الشيعة، كبار علماء الشيعة يعني مراجع التقليد، اليوم كبار علماء الشيعة بالعشرات ولله الحمد، تطلب ممن؟ وجه خطابك لشخص، لشخصين، قد يلبي، طبعا لا يلبون. أنا طبعا لا أعرف، لا أتذكر أي فقيه يركن لكلامه من فقهاء الشيعة حرم سب الصحابة أبدا، هذا في فقهنا غير موجود. أقول لعلك تجد، إن وجهت الخطاب لشخص، لشخصين، لعلك قد تجد. أما توجه الخطاب لعشرات من العلماء، أي خطاب هذا؟ تتعامل مع من أنت؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كالشرط الأول، مضحك مبكي، مؤسف، هذا مؤسف أن تصدر هكذا كلمات من هكذا أشخاص. الشرط الثاني أن تتوقف محاولات نشر التشيع في بلاد العامة. عجيب، واقعا عجيب، يعني الإنسان لا يتخيل أن إنسانا عاقلا موزونا، لا أقول مستوى، لا أقول شخصية، إنسانا عاقلا موزونا يتكلم هكذا كلام. أيضا أقول لك، أنت تتكلم مع من؟ الذين يحاولون نشر التشيع في بلاد العالم هم عشرات الآلاف من المؤمنين يمارسون هذه المهمة المقدسة. خاطب شخصا، خاطب جهة، خاطب حكومة، قد تجد من يلبي. تخاطب عشرات الآلاف من المؤمنين من جهات كثيرة مختلفة، كلهم يمارسون هذه المهمة المقدسة. ثانيا، هذا حق مكفول لكل إنسان
أن يظهر رأيه للآخرين وأن يدعو إلى رأيه وأن يشجع الناس إلى قبول رأيه. هذا حق مكفول لكل إنسان، لا أقول لكل مسلم، لكل إنسان. أنت عندك رأي، هو عنده رأي ثاني، يعني ماذا أن تتوقف محاولات نشر التشيع في بلاد العامة؟ يعني ماذا؟ بلاد العامة ملك لكم؟ أنت امنع أن يدخل هكذا شخص في دارك، من حقك، دارك ملك لك. في بلاد العامة كأنهم مالكون لهذه البلاد، الأرض لله عز وجل، كل شخص من حقه ذلك. ثالثا، أنت تشترط هكذا شروط على النصارى الذين يوجدون في بلدك وباستمرار يحاولون، وإن كانت محاولاتهم ضعيفة، نتائج محاولاتهم ضعيفة جدا بسبب ضعف دينهم في بلدك، على مر عشرات السنوات النصارى يحاولون نشر دينهم، أنت وأسلافك مرة واحدة قلتم هكذا كلمة بالنسبة للنصارى؟ فقط القضية على الشيعة تنطبق. بالنسبة لأي جهة ثانية أصلا، أي دين آخر، أي مذهب آخر، تقولون هذه الكلمة؟ ثم أنتم تقبلون أن يطبق مثل هذا الشيء في بلاد النصارى عليكم؟ أنتم أيضا تنشرون دينكم في بلاد النصارى، من حق بريطانيا، من حق أمريكا، من حق فرنسا أن تمنعكم؟ علماء النصارى يقولون أن نحن لا نقبل أن تنشروا دينكم في مجتمعات نصرانية، هذا مقبول؟ لماذا تنشرون دينكم في هنا وهنا؟ أنتم تقبلون أن يطبق ذلك عليكم في بلاد الشيعة؟ منع بات لمن ينشر دينكم في بلاد الشيعة، تقبلون هذا الشيء؟ شخص عنده رأي طبعا يدعو لرأيه. رابعا، بكل وضوح أقول، كن على يقين، كن على يقين أن لا أحد يستمع لكلامك أبدا. اصرخ، قل هذه الكلمة 10,000 مرة، لا أحد يسمع لك. هؤلاء المؤمنون الذين عندهم محاولات لنشر التشيع في بلاد العالم ينطلقون من أمر الله عز وجل لهم. الله عز وجل أمرهم أن يحاولوا نشر التشيع في بلاد العالم. الله عز وجل يقول ادعوا إلى سبيل ربك. سبيل ربك ما هو؟ طريق الله عز وجل. سبيل ربك يعني طريق الله. طريق الله ما هو؟ ألم تقرأ في كتبكم، لا أقول في كتبنا، المدح الكبير من رسول الله صلى الله عليه وآله في الروايات المتواترة للشيعة؟ هذا المدح لمن؟ شيعة علي هم الفائزون. سمعت هذه الرواية؟ قرأت هذه الرواية؟ مفلحون في يوم القيامة على منابر من نور. هذه الروايات روايات عديدة بأسانيد عديدة، روايات متواترة أصلا، الآيات القرآنية التي فسرت من قبل مفسريكم في الروايات عندكم، فسرت بالشيعة. ما قرأت هذه الآيات؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما قرأت هذه الآية الكريمة؟ ما قرأت تفسير هذه الآية الكريمة؟ لماذا يتوقفون عن نشر شيء أمر الله عز وجل به أبدا؟ لأجل ماذا يتوقفون؟ لأجل سواد عينيك؟ يتركون أمر الله عز وجل؟ حاشا لله. ترضى لا ترضى لا يهم، هذا دين الله، هذا الصراط المستقيم، أمر من الله، أدعو، هذا أمر من الله عز وجل. دعوة إلى التشيع، نعم دعوة إلى التشيع، نحن نرى التشيع هو دين الله عز وجل، هو دين الله، طبعا ندعو للتشيع. لماذا لا ندعو للتشيع؟ أنا متنعم بهذه النعمة، أريد أن هذه النعمة تنتشر، أن يتنعم الناس بهذه النعمة، شيء طبيعي ومن حقي
وأستمر في هذا الطريق. حكومات دكتاتورية ظالمة طاغية، إمبراطوريات ما تمكنت أن تقف أمام امتثال أمر الله عز وجل في هذا الأمر. أنت وأمثالك تتمكن أن تتوقف تقف أمام هذا الموج؟ مستحيل. قل هذه الكلمات. خامسا وأخيرا، هذه الكلمات وأمثالها هي التي تصنع أرضية سيئة يبتني عليها الإرهاب. إخواني، لحظة تفكير. الإرهابيون، الحركات الإرهابية، الأحزاب الإرهابية، الفئات الإرهابية، لماذا 90% من الحركات والأحزاب والفئات الإرهابية تكون في العامة؟ لماذا؟ ما السبب؟ السبب أن هؤلاء عندهم شريرون، الآخرون أيضا عندهم شريرون، في النصارى أيضا يوجد شريرون، في البوذ أيضا يوجد شريرون. يعني فقط الشريرون في هؤلاء؟ لا، الشريرون موجودين في كل مكان، في كل الفئات. لماذا؟ ما هو السبب أن 90% من الحركات الإرهابية منهم؟ لماذا؟ لماذا 90% أو أكثر من 90% من القتلى على أيدي الإرهابيين هم من الشيعة؟ لماذا؟ الشيعة عند هؤلاء كفار، البوذ أيضا كفار، النصارى أيضا كفار مشركون. النصارى يعتقدون بثلاثة آلهة، لا تقولوا ثلاثة، القرآن يقول. هؤلاء يقولون الثلاثة، هؤلاء أيضا مشركون. لماذا أنتم لا تقتلون نصارى؟ لماذا لا تقتلون يهودا؟ لماذا لا تقتلون بوذا؟ لماذا لا تقتلون عباد بقر؟ أتباعكم موجودون في كل مكان، في الهند موجودون، في الهند عدد أتباع هذا الشخص، هذه الطريقة يعني، أكثر من 100 مليون، لعله 150 مليون، لعله عدد كبير. لماذا لا تقتلون عباد البقر في الهند؟ عباد البقر ليسوا مشركين. هؤلاء الذين يهينون الله عز وجل، لا يسبون الصحابة، يسبون الله عز وجل، لماذا لا تقتلونهم؟ لماذا أكثر من 90% من القتلى على يد الحركات الإرهابية هم شيعة؟ لماذا؟ هذه الكلمات، هذه التصريحات، هذه التصريحات تربي تربية سيئة. التربية الفاسدة إحدى أهم الأرضيات للإرهاب. الإرهاب من أين ينمو؟ عندما يرى هذا الناس هكذا شخصية، وهذا الشخصية عندهم كبير، يرون أن هذه الشخصية تمر سنوات طويلة، عشرات السنوات لا يصرح تصريحا واحدا ضد النصارى، وباستمرار تصريحات ضد الشيعة. واضح. كيف يتربى هذا الجيل؟ يتربى هذا الجيل وكأن المشكلة الكبرى في العالم هم الشيعة. فارغوا العقول طبعا، بدون عقول، هذا كبيرهم يصنع هكذا. تربية سيئة خطيرة. الحكومات تأخذ إرهابيين وتقتلهم، من حقهم أن تقتلهم طبعا، هؤلاء السفك للدماء يقتلون أطفال النساء، ولكن تجفيف مصادر الإرهاب، لا أقول تجفيف مصادر الإرهاب مال فقط، الأهم من المال التوجيه الخاطئ. هذا الشخص ما عنده أي مشكلة في العالم إلا الشيعة فقط، بين فترة وأخرى يخرج يتكلم كلام، وهذا الوسطي منهم هكذا، هذا الذي يعتبرونه وسطيا هكذا يصرح. المتشددون يقولون ما يقولون، هذا الوسطي هكذا يتكلم. سمعتم منهم مرة واحدة تكلم على البوذيين؟ مرة واحدة سمعتم؟ أتبعه لا يوجد عندهم احتكاك مع البوذيين، أوه لا ما شاء الله، مع أي دين آخر لا يتعاملون هكذا إلا مع هذا المذهب المظلوم. تجفيف مصادر الإرهاب، هذا من مصادر الإرهاب. هذه التصريحات قصدي، هذه التصريحات من مصادر الإرهاب. شخص
يتحدث عن كل الفئات المنحرفة، يتحدث حديثا معقولا، لا هكذا حديث، لا هكذا تصريح. أخذت دقائق من وقتكم الثمين في هذا اليوم المبارك لهذا الشيء، لهذا التصريح الفاسد الخاطئ الفظيع. يؤسفني أنني أخذ دقائق من وقتكم الكريم في هذه الأمور، ولكن حتى نعرف أجواءنا، حتى نعرف مع من نعيش، حتى نعرف أن الناس كيف يتصورون، كيف تكون رؤيتهم، كيف يتعاملون، الدكتاتورية ضد الشيعة كيف تكون، هكذا الكل له الحق أن يصنع كل شيء إلا الشيعة، وبهذه الطريقة ومن هكذا شخصيات كبيرة عندهم. طبعا هذه محاولات منهم، ونحن لنا محاولات، وإن لم يكن لهم مولى فلنا مولى ولله الحمد، إن لم يكن لهم من يرعاهم من قبل الله سبحانه وتعالى فلنا من يرعانا من قبل الله سبحانه وتعالى. نسعى نحن فقط الرعاية من المولى صلوات الله وسلامه عليه وأرواحنا فداه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق رسول الله، بحق أهل البيت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، اللهم بحقهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم، ارزقنا في الدنيا اتباعهم، ارزقنا في الدنيا خدمتهم، ارزقنا في الدنيا والآخرة شفاعتهم، بحق محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر.